جينا على هالمخيم يعني لاجئين، تغيرت أوضاعنا، تغيرت حياتنا، يعني تغيرت كل نفسيتنا، يعني صرنا بحياة ثانية. ببرنامج CSI من أول جلسة حسيت تقريباً عم يتغيروا النسوان، إجوا لعنا كتير بيتوتروا، كتير بيعصبوا، كتير بيضربوا أولادهم. هلا صرنا بالجلسة الخامسة، فهيدا الشيء غير منهم كتير، صاروا أهدى وصار عندهم طريقة للتواصل مع أولادهم من خلال التمارين الاسترخاء اللي هن عم بيتأثروا فيه وعم يسمعوها. قبل كنت بعصب كتير على أولادي، كنت أعصب عليهم، كنت أضربهم. هلأ ما صار هالشي هذا، بعد هاي الجلسات ما صار عندي هالتعصيب هذا، صرت أريح نفسي وأريح بيتي وأريح أولادي، صرت أخذ وأعطي مع أولادي، صرت أشتغل بالبيت براحتي، يعني تغير عندي شي كثير. بالأول ما كنت أستمع لأولادي، اللي يجي يشتكي لي ما بسمع له، بضربه وبعصب عليه، نفسيتي كانت تطبق على أولادي. يعني الحمد لله هلأ ما في هالشي، يعني تحسننا شوي شوي على الجلسات، الحمد لله صرنا أحسن وأحسن، نفسيتنا ارتاحت، تغير جونا بالبيت، يعني غير المشكلة كانت على طول مشاكلنا بالبيت متكاونة، بس هلأ الحمد لله مرتاحين.